سرور أن أحظى بشرف Le réseau maritime est une opportunité pour les pays sans إن موعدنا هذا يمثل فضاء هاما لتعميق التنسيق والتشاور المتعدد الأطراف وسانحة مواتية لتوحيد طاقاتنا وتبادل رؤانا حول السبل الكفيلة بتسريع إتمام تجسيد الوصلة المحورية ذات الألياف البصرية العابرة للصحراء التي تمثل كما أسلفت مشروعا ذا قيمة مضافة عالية ومردودية اقتصادية بل ونموذج ملموس عن الشراكة الناجحة بين الدول الإفريقية. الأشغال المتقدمة في الجزائر وصلت من جزائر العاصمة حتى الحدود مع النيجر حتى النقطة الكيلومترية الصفر، وأيضا لدينا فرع يمتد من الجزائر أيضا حتى تندوف في النقطة الحدودية مع موريتانيا. إذا نحن الآن في انتظار دول أخرى لتصل إلى الحدود، خاصة النيجر ليصل إلى الحدود مع الجزائر لربط كلا البلدين. إذا ربطنا إن شاء الله النيجر فسنربط جميع الدول الأخرى مثل نيجيريا، تشاد، البوركينا فاسو، مالي وموريتانيا. بالنسبة للدول الإفريقية هذا راح يعطيهم فرصة للولوج إلى الإنترنت الدولي عبر الكوابل البحرية، وأيضا يعني هي علاقة رابح بالنسبة لكل البلدان.